ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من المستشار النمساوي كارل نهايمر، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي بأن المستشار النمساوي حرص في مستهل الاتصال على تهنئة السيد الرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وهو ما ثمنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا عمق العلاقات وامتداد الصداقة بين مصر والنمسا. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. كما تطرق الاتصال أيضا إلى الأوضاع الإقليمية، حيث تم استعراض الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية. وقد أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف التصعيد العسكري في القطاع وحماية أهالي غزة من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، محذرا من الخطورة البالغة لاستمرار التصعيد وتوسع نطاقه بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.